طبعا قبل ايام في معركة الفاشل الكبيرة اللي كانت معركة كبيرة جدا جدا، شفنا امس الدنيا زايدة بالالاف، يعني الف وحاجة بس زي اللي قبضوهم دفنون غير فجده بشوك اصاب ونقلوه ونقلوه، لما وصلوه الدويلة وفي الدويلة الليلة وصل الخبر انه دنيا زايدة. الليلة وصل الخبر من الدويلة انه جده بشوك دنيا زايدة، جد بشوق دنيا زايدة، يعني خلاص. وحاجة متوقعة، شفت جد بشوق ده متوقع لأنه هون ذاته متهمينه وما استبعد يكونوا انتهوا منه ولا تستبعد يكونوا تموهم. آي لأنه الناس زي شغالين فيهم آي وفي كيف الناس بقدر ما نمشي الفاشر ننجغم، الناس زي صاحيين 24 ساعة، ناس الفاشر ما بنومه، المشتركة دي صاحية 24 ساعة ما بتنوم، الناس دي شكوا ذاتهم، قالوا معاهم طابور عندهم اثنين يا هم انهم ابشوك. ابشوك طلع تسجيل قبل ايام وكانوا بيتهموه عديل، قالوا ده ما حاجه طبيعيه، الليله دنيا زايله جد ابشوك. وما شاء الله تبارك الله المشتركه دي ما عندها هزار، بتجيب من فوق، بتجيب من الاخر، يعني بتجيب من الاخر، كملت الرمى وما فوق كلهم، ما باقي لهم الا اثنين ثلاثه كده، وباذن الله تعالى قريب بيجيبوهم. باقي لهم اثنين ثلاثه اربعه كده وجيبوهم. يعني ما بتجيب، ما بتضرب تحت، بتجيب من فوق طوالي، بتخط الزول في راس بتجيبه. بتجيبه بتجيبه، علي يعقوب ده خدت انه فتره جابه. مهدي بشير خدت انه في راسهم فتره والله العظيم. دخلوا علينا في التيك توك وتونسوا معاي. وقال لي احنا حاطين لنا صيدة سمين، بكلمك في الخاص، وقال لي حاطين مهدي بشير بتاع المعارضة التشهدية في راسنا، وقسما بالله العظيم صدقوا جابوا، قسما بالله جابوا. ابشوك ده بالنسبة لهم كان هدف، الان ابشوك دنيا زايدة، وزايل شوكة وزايل ابو قنفذ بتاعه وزايل كضيبة وزايل طلاسة نار جهنم وبئس المصير. خلاص مشتركة مية مية، لكن المشتركة نحن كلمناكم والشعب السوداني كلمكم. دارفور دي حررت الفاشر، معناتها باقي دارفور أمانة في رقبتك، لازم باقي دارفور تحرره، تبدوها من الضعين، تصوتوها من الضعين. الضعين دي لازم تستلموها ولازم تستلموا أبو كبير ما دبوا. نمشي للميدان، الطيران اشتغل شرقي فاشر من الصباح، اشتغل في مناطق كثيرة بهناك، يعني مسيطر على الأجواء، أي كوبري، أي منطقة، أي متحرك، أي عربات متجمعة، أي حاجة بتدقها في الطريق، ما في حاجة بتخش ولا في حاجة بتطلع، ما في حاجة بتدخل وما في حاجة بتطلع، أي حاجة مرتبة تمام. الطيران شغال، وخاصة بعد استلمنا الستة الكي 8 وباقي اثنين لسه جايات، ما شاء الله تبارك الله، شغل مرتب، شغل كويس، طيران كافي وافي، طيران براو بضعف ليك لكن ما بيحقق لك انتصار، بدمر لك القوة الصلبة لكن ما بيديك انتصار ومساحات. الانتصار دائما بيجيبوا من المشاة والارتكازات والتقدمات الكبيرة. انت بتقام بتشيل في الطيران وبتدوك بتنتهي من قوة صلبة، لكن هم بيلقوا مساحة وبيلقوا زمن وبيجيبوا تاني قوة صليبة. الآن بالنسبة لهم طريق الجنينة الطرق بهناك دي قافلة، قافلة مرة وقافلة مرة، لا جو لوين؟ لجنوب السودان. الكتائب اللي قلناها قبل، الثلاثة كتائب جاي من يوغندا دخلت جنوب السودان. عبد الماجد ما بيجيب خبر إلا صحيح 100%، كلامه اللي قاله ده معناته صحيح 1000000%. الجايين ديل دخلوا الجنوب، ديل جايينك جايينك، احتمالين، واحد يا إما بالنيل الأزرق، وانا استبعد الدمازين والمناطق دي، ليه؟ لانه بكون داخله فيها جنوب السودان، او يجوا داخلين بالميرم يدخلوا على اتجاه دارفور الفاشر، لانه عندهم الفاشر دي لازم 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 خاطين كده، ما قدروا عليها عربانهم، ما قدروا عليها تشادينهم، ما قدروا عليها النيجر، ما قدرت عليها الهناي، ما قدروا عليها، فجابوا لها ثلاثه كتائب. الثلاثه كتائب انا متاكد 1000000% اتجاهها حيكون الفاشر، طيران يكون واعي لانه المدخل الميرم، لازم 24 ساعه طيران بهناك، لازم الاستخبارات تشتغل، العيون الساهره القاعده في الجنوب تشتغل، كله يشتغل،
اصله هو دي ما اول مره يجيبوا ناس من برا، ولا اول مره يجيبوا اي بعد ما سقوط سنجا والله دخلوا لهم اكثر من 20,000 كانوا، وقسما بالله بعد سقوط سنجا كميه كبيره دخلت من برا، كميه كبيره دخلت من برا لان الطرق فاتحه ما شاء الله، اي حي فاتحه ما هاله مدينهم مساحه مدينهم طرق مدينهم اي حاجه ولا بهبشوها، يجوا ماشيين دبيب. يعني انا ممكن اختصر الزمن واختصر الطيران واختصر ميتين الطيران وادمر لي جبل اولياء وبامن بهناك الديوان والمداخل اللي هناك، وبامن كوستي وبامن المداخل اللي هناك، القصه انتهت. لكن افتح ليون جبل اولياء ويجوا ماشيين امداد وكل حاجه واكثر من 20,000 دخل بعد سقوط سنجا، اكثر من 20,000 ديل دخلوا من برا، دخلوا من برا. الساعه الان الشغل ده كله فيهم يعني كميه كبيره، كميه كبيره انتهت ما باقي حاجه. لكن الحاجات دي دايره 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 دايره، قرارات دايره دايره، تدمير. عندهم قوه في القصر الجمهوري، انا حارس بشنو؟ القصر ذاته انتهى، اتكسر اتدمر، خدت لي ناس قاعدين هناك باقي لي شوكه حوت، اعمل بون شنو؟ ما ببيل ام القصر الجمهوري وبعمل احسن قصر جمهوري في العالم واسميه قصر الكرامه، اسميه قصر الكرامه، اعمله حدادي مدادي واسميه قصر الكرامه، في شنو؟ يا جماعه الطوب والهناي ده بيتعوض، البني ادم ده ما بيتعوض، اللي بيغتصبوه ما بيرجع لها شرفها، واللي بيذلوه بيتهان ما بيترجع لعزته وكرامته. دوس ميتين اي حاجه، نحن ما دايرين، احنا دايرين ادونا لا ارض، ادونا لا ارض فاضيه، احنا رضيانين والله العظيم رضيانين، احنا الشعب الدايرين. انت بتحافظ على الحجر وما بتحافظ على البشر، شعبك مديك الشرعيه انت تقلب الهوبه، نحن معاك قالبيننا. داير تفويض الشعب كله يطلع يفوضك، كل الشعب داير ويطلع لك يقول لك فوضناك اعمل الدائرة. ما في شرعية بتجيبها من برا عشان تحكم شعب صبر سنة ونص في حاجات عمره ما كان يشوفها. البقى في الشعب السوداني ما يعلم به الا الله خلقه. المذلة والإهانة والقهر اللي عاشوه ناسنا ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. الكلام ده لا بيجي بمفاوضات ولا بيجي بقعدة ولا بيجي بتسالي. الكلام ده بيجي ببل. القصة واضحة والحكاية واضحة. تمشوا مصر، تمشوا جدة، تمشوا المكسيك، تمشوا أي دولة، وقسما بالله احنا حارسين تجونا تقول لنا عشان الثاني بيفتح خشمه الواحد يشيل له نصيبه يطقه بقى في راسه. احنا حارسين لكم بس تطلعوا عشان نوريكم ونوريكم الشعب السوداني انه ما بيتغش ولا بيتخدع. لا تجينا يقول لك قالوا بيطلعوا، شنو يعني طلع؟ شنو يعني سنة ونص هو قاعد يا دوب بيطلع؟ يا اخي معقوله بعد اللي حصل فينا ده كله جاي يطلع الان؟ انه ما طلع ولا يطلع ولا يطلع نهاية ما يطلع يقعد. عشان كده نحن واعيين عارفين نفسنا دايرين شنو، ولا بنهزر ولا بس قاعدين، اي حاجه ما بتعجبنا من طوالي 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 ولا بنتردد، لانه عارفين مؤسستنا العسكريه دي مع الشعب السوداني. المؤسسة شايفينها دي حقتنا. 4 سنة كانت مختطفة. كانت عبارة عن مختطفة، جايبين لها شركة أمنية تحريسة هي ذاتها. جايبين لها جنجويد دي عشان يحرسوا مؤسستنا تحت الجيش دي. الموت اللي حصل في شوارع الخرطوم دي لو كان جيشنا حر ما كان بقى. المجزرة بتاعت فضل الاعتصام لو كان جيشنا حر ما كانت بقت. الذلة والهوان اللي عشناها نحن في وجود الملاقيط ديل لو جيشنا كان ما مختطف ما كان بقت. الآن جيشنا رجع بقلب قوي، نقول جيش واحد شعب واحد وده حقنا. من اللي بيقدر تاني يحرض الجيش يقول لي اقتل؟ من اللي بيقدر يقول للجيش امشي اقتل الشعب السوداني؟ ما في جيش بيقتل، ولا في مشتركة ولا في مشتركة بتقتل، ولا في تاني جهاز أمني بيقتل. الدايركتور يجيب سيف ويقتل براو في القيادات. يا إما تعملوا الحاجة الدائرة الشعب السوداني والكلام يكون واضح ودغري. ما لا دارين دي حرب الكرامه، سميتوها انتوا كرامه. الكرامه دي عندها حاجات، ما كرامه 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 كرامه. الكرامه دي ما في الميدان، عندها قرارات دوليه الناس كلها تعرف ان السودان ده الان بقى كريم. كرامه فل
عند قراراتك عدنا لك مليون مرة ما قادر تاخذ قرار فيها، ما قادر تاخذ قرار فيها. كرامة 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 شنو؟ اطرد لنا السفير الاماراتي، اسحب جيشنا من السعودية، دايرين انه محتاج له، ما عيب ولا 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 كفرنا، ده جيشنا حقنا محتاج له، ده جيشنا حقنا، طالما بتجند وبتدخل به هنا وبتجيب جيب جيشك، عندك جيش جاهز. سودانياتك اللي انت حالف غصب تحمين محتاجات له ويحمين جيشنا. الغور اللي بيستبيح فيها الجنجويت، امس بالليل قلت لك في الحلفاية بلقطوا في النسوان بالليل الساعة 3 صباحا ساقون، للآن ما ظهرت. وين الكرامة؟ عشان تجينا بكرة يلا كنا نحتفل والزغاريد وطالعين من البيوت، منو اللي بيحتفل؟ منو اللي بيفرح انه الجنجويد طلع من بيته؟ منو؟ ما انت طلع بتفرح يومين شهر سنه تفرح، لكن حياتك كلها حتتمغز، حياتك كلها حتجيك راجع، الجنجويد حيجيك راجع، لانه ده مشروع ما خلينا لهم فون زول. الناس ديل، الناس ديل مسحنا بون الارض، باقي الناس ديل وديل شفت جواهم حق يلموا، شفت ناس ديل يعملوا تاني باي وسيله عشان ينتقموا. لو ما انتهيت من الجنجويد انت بتكون ظلمت اهلنا اللاجئين والنازحين السبعة مليون اللي قاعدين في تشات. ديلك جه السلام بتاع جوبا، وجه السلام والناس عملت السلام. انا سالته ونتواصلت معهم في المعسكرات بتاعت اللاجئين، قلت لهم السلام جه ليه ما رجعتوا دارفور؟ والله العظيم مره كبيره ردت لي، قالت لي سلام ياتو. قلت لها السلام هسه الثوره جات وجابت السلام وجابت كده وجابت كده وجابت كده. قالت لي السلام يا تو، قالت لي في قاتل بيجيب له سلام، قاتل بيجيب سلام. قالت لي حميتي ده هو اللي قتلنا وشردنا، حميتي ده قالت لي بيجي يطلع الغريه كامله، بربط الرجال وبخشوا للنسوان يختصبوهن، وبعد ما يختصبوهن يعلموهن، كل واحد يعلموها في وريكها، كل واحد يعملوا لها علامه. قالت لي تمشي تمسك ديل كلهم كلهم، قام يشوف بعينك، شوف شوف بعينك. قلت لي كل الناس في المعسكر ديل اغلبيتهم كده اختصابات، واي واحد بتلقوها معلمه معناتها مختصبه. قلت لي ما عملوها في غريه ولا في غريتين ولا في ثلاثه ولا في اربعه ولا في مدينه ولا في مدينتين. قلت لي دارفور دي استباحوها ناس الجنجويد ديل. قلت لها ما الجنجويدي قبضوه هذاك فيلم. قالت لي الجنجويدي ما كشيب، كشيب ده عباره عن جنجويدي صغير، لكن الجنجويدي الكبير يا هو حميتي. الهجرنا حميتي، اضطردنا من بيوتنا حميتي، شال حواكرنا حميتي، اطلعنا من مناطقنا حميتي، نحن نرجع كيف؟ ده ما سلام. وفعلا الان لو جينا تاني اتفقنا مع ديل وقعدناهم، اهلنا ديلك ما بيرجعوا، واحنا عندنا ديلك يرجعوا اهم من الملاقيط ديل، اهم من ملاقيط الضعين ديل، ديلك اهم منهم. ودي الحقيقه، لازم ديلك تترد لهم كرامتهم وعزتهم ويرجعوا وطنهم معززين مكرمين. بلاش كلام فاضي، نجامل بشنو؟ اسياد البلد يتهجروا والملاقيط اولاد الضيفان يقعدوا يعملوا فيها اسياد بلد، ليه؟ ليه؟ السبب شنو؟ السبب شنو؟ ما في سبب يخلينا نرتضي يا برهان. لقد تحيه بسيني وكلام جميل جدا، وكل تحيه للمشتركه نازل متخصصين طبعا في جغم القيادات، فدي كلام جميل جدا. وبرضه قالوا كلام واضح جدا لعبد الرحيم دوغلو، مرة فاتت جيت الفاشر وقعدت على بعد 25 كيلو وعندك حراسات وأرباج بالتشويش وقدرت كبرت في النهاية، لكن مرة جاي بره تعال والله بقول خطة نفسها على يعقوب هناك بلبس يا أخوانا، أمور بتاع السيطرة اتقدموا كما كنت كلام هناك ما في، وإن شاء الله إن شاء الله لن تستطيعوا استلام الفاشر. لا قدر الله لو حصل تدخل خارجي في السودان وفرضوا عقوبات على الجيش واي حاجه، المجتمع دول ما بقدر بيسيطر على المشتركه، لان الناس دول هم كله الناس المصدومين وناس الجنجويد هجرهم من مناطقهم اجتمعوا وشالوا سلاح، اي زول يشيل سلاحه ويمشي بيته بعد زول باب الكنترول لزول ما في. فوالله العظيم نتمنى كل شعب السوداني يعمل او يدعم جيشه زي ناس الفاشر ديل، وكلنا في النهايه قضيتنا واحد هو نزافه الملاقيط ديل من السودان. والدولة شغالة خطة بواسطة المجتمع الدولي ضغط على الجيش في مفاوضات أو عقوبات أو تدخل الدولي، ده الخطة الماشين ألو أو حزبة الطيران نازل، إذا طيران ده قدروا حزروا لهم
يعني دي كده فرصة متاحة بيجو مرتزقة زي ما داير، لكن إن شاء الله كلام ده لن يحصل. واتجاه التاني ناس القهادة ديل برفو تقارير كاذبة لمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي وللمنظمات ديل. الكلام ده قالوا مبعوث الأمريكي إنهم باخدوا معلومات من مدنيين ديل ناس القهد ديل. الجنجويد الكبير أو مؤسس بتاع الجنجويد موسى هلال زول ده قال أنا دايم لقوات الشعب المسلحة والجيش لأن اللي لقات بدو سلاح لكن يوم واحد ما خش المعركة قاعد بس ليه ما قد يخش المعركة زول إذا كان هو دايم لقوات الشعب المسلحة. ده أكبر جنجويدي وهو وحمايته ده لازم يتحاكموا ليه قدامه.